عودة مرة ثانية للأحداث الخاصة بعودة الجالية المصرية من أفغانستان. بينضم إلي الأستاذ أكرم القصاص، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير يوم السابع. تحياتي ليك أستاذ أكرم في البداية. أهلا وسهلا، تحياتي. أهلا بك. كيف تقرأ هذا المشهد لعودة الجالية المصرية في هذه الليلة؟ هو مشهد سعيد الحقيقة، لأنه يعني في فترة قلق مرت على عدد كبير من المصريين اللي ليهم ناس في افغانستان، وما كانش فيه يعني كان فيه تساؤلات طول الوقت، وكان فيه جهود الحقيقه لرجال الظل ورجال الضوء اللي تحركوا مؤسسات كثيره، والرئيس كان بيتابع ده بنفسه لحظه بلحظه. واحنا شفنا يمكن التقرير اللي انتم ناشرينه، شايفين قد ايه الصعوبات، وانه المطار تم اغلاقه في تداعيات سريعه جدا، اسرع مما كان متوقعا حسب التقارير الغربيه، وتم انقطاع الطيران، وشفنا التزاحم، وشفنا العجز دول كثيرة عن إجلاء رعاياها، ومع ذلك نجح الدولة المصرية ومؤسساتها في أنها تنقل المصريين من أفغانستان ويوصلوا. وكان في زي ما قلت تساؤلات كثيرة، والمشهد اللي احنا شايفينه ده المشهد الأخير لجهود استمرت منذ بداية الأحداث والتدخلات والتعقيدات اللي احنا شفناها. كان في اتصالات دبلوماسيه واتصالات امنيه واتصالات على مستويات مختلفه، تم نقل المصريين الى السفاره او القنصليه المصريه وحمايتهم بشكل واضح في ظل وضع كان شديد الصعوبه زي ما احنا شايفينه، يعني بالصوت والصوره منذ بدايه الاحداث في افغانستان. وتم التعامل مع ده باحترافيه الحقيقه وبتحركات مختلفه. زي ما قلت المشهد ده احنا شايفين المشهد السعيد في الاخر، لكن ده وراه ناس كتير ومؤسسات. هذا ما كنت اسال عنه، انه لم يكن هناك اي تناول اعلامي لهذا الموضوع، بل كان عمل دؤوب اعتقد انها جهات كثيره جدا قامت، لان احنا بنتكلم على مصريين كانوا متواجدين في ولايات كثيره في افغانستان وليس في كابول فقط. كل هذا تم في صمت لانجازه بالشكل الذي نراه الان. بالضبط، يمكن كان في حد كان بيكلمني وبيقول لي يعني انه يشعر بالقلق وكده، فانا قلت له ايام وهيكونوا موجودين، فبيقول لي هل لديك معلومات؟ قلت له لا، انا لدي ثقه في الدوله وفي الرئيس اللي هم يتحركوا، واحنا عندنا سوابق مختلفه للمصريين. طيب انا عفوا استاذ اكرم، انا ساتوجه لواحد من العائدين الان من افغانستان، فضيله الشيخ شوقي ابو زيد رئيس البعثه الازهريه المصريه في افغانستان. فضيله الشيخ، اولا الحمد لله على السلامه وتحياتي لحضرتك. الله يسلمك يا فندم، شكرا جزيلا يا فندم. اهلا بك. توصف لنا الايام التي مرت، كيف تم التعامل وعودتكم بالف سلامه الى ارض الوطن؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا في البدايه تتقدم البعثه الازهريه المصريه بدوله افغانستان رئيسا ووكيلا واعضاء بخالص الشكر والتقدير والعرفان لفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، الذي سخر كل امكانات الدوله المصريه لانقاذ البعثه الازهريه والجاليه المصريه في كابول في ظل هذه الظروف الصعبه والطارئه والمتسارعه. طبعا في وايضا تشيد البعثه الازهريه بدور جهاز المخابرات العامه المصريه والمجهودات العظيمه التي قام بها خلال التدهور الامني في دوله افغانستان، والقدره الفائقه على حفظ امن وسلامه البعثه الازهريه، حتى تمت عمليه اجلائنا بطريقه حرفيه وبدقه عاليه. طبعا هذا شكر عام لكل فرد في أفراد جهاز المخابرات العامة، وشكر خاص لمعالي الوزير سيادة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، وكذلك طبعا شكر موصول للقوات المسلحة المصرية الباسلة التي تلبي نداء الوطني وتلبي نداء أبناء الوطني في كل زمان ومكان وتحت أي ظرف من الظروف. هم حماة مصر وهم خير أجناد الأرض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا البعثة مصر البعثة بأكملها عادت سالمة، البعثة الأزهرية العاملة في أفغانستان. الحمد لله، عدد البعثة الأزهرية 23 شيخا، وكلهم عادوا بسلامة الله إلى أرضنا، أرض الوطن الحبيب مصر الغالية. حفظ الله مصر قيادة وشعبا، وحفظ جيشها العظيم، وحفظ رجالها
في جهاز المخابرات المصرية العامة. رأينا أيضا على متن الطائرة سيدات وأطفال من أسر العاملين في الجالية المصرية في أفغانستان. الوضع بشكل عام كيف تصف وما تم يعني بدون الدخول في تفاصيل كبيرة يعني غير مرغوب في قولها؟ تفضل. طبعا حضرتك القنصلية المصرية والخارجية المصرية في سفارة جمهورية مصر العربية ذللت كل الصعاب وكل الأمور التي واجهت أعضاء البعثة وكذلك الجالية المصرية في دولة أفغانستان. تمام. نؤكد مرة ثانية بوجود حضرتك أن البعثة الأزهرية المصرية عادت بأكملها إلى أرض الوطن، هي البعثة العاملة في أفغانستان. تمام حضرتك، طبعا عادت البعثة كلها بسلامة الله إلى أرض الوطن. أنا بشكرك شكر جزيل لفضيلة الشيخ شوقي أبو زيد رئيس البعثة الأزهرية المصرية العاملة في أفغانستان. وكما نرى هذه العودة، أعود مرة ثانية للأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. كما وضح من كلام فضيلة الشيخ أنه هو كان جهود مشتركة ما بين المخابرات والقوات المسلحة والخارجية، وبالتأكيد كل ذلك بدعم من السيد رئيس الجمهورية. فكرة التعامل مع هذه الأزمة، ويعني هو جانب لم كان غافل عن كتير مننا في التعاطي مع أزمة أفغانستان، الجالية المصرية المتواجدة هناك. بالضبط، يعني هو الحقيقة يعني الكلام واضح جدا، وزي ما احنا قلنا اللي احنا شفناه ده النتيجة النهائية، لكن ورا ده جهود رجال الظل والضوء ورجال بيتحركوا على محاور مختلفة وفي أوضاع شديدة الصعوبة في الوقت اللي شفنا دول مختلفة. ويمكن أنا قلت لحضرتك إنه في حد كان بيكلمني وقلقان، فانا قلت له انا واثق ان هم خلال ايام هيكونوا موجودين، فقال لي انت لديك معلومات؟ قلت له لا، انا لدي ثقه في الدوله وفي الرئيس انه بالتاكيد الناس دي مش هيتسابوا وهيبقوا موجودين، لان عندنا سوابق في الصين، عندنا سوابق في ليبيا، عندنا تدخلات، يعني احنا بنتدخل على يعني محاور دبلوماسيه ومحاور امنيه، واحنا عارفين الوضع كان شديد الصعوبه وحصلت الامور بتداعيات وبسرعه كثيره، وبالتالي فالحقيقه تحرك خطط منذ البداية، الرئيس بيتابع منذ البداية كل هذه التحركات، الأجهزة المختلفة، الدولة على قلب رجل واحد بتتحرك على اعتبار أنه الجمهورية الجديدة بترى أنه الإنسان هو محور هذه وثروة الدولة، وأنه الإنسان هو الأولى بالحماية، وأنه على مدى أحداث كثيرة خلال السنوات الأخيرة الحقيقة كشفت أنه الإنسان أو المواطن المصري بيحس أنه ليه ضغط يستند عليه في اي مكان في العالم، وانه في اللحظه اللي بيحتاج فيها الدوله بتكون موجوده جنبه وبتتحرك تجاهه وبتنقله وبتؤمنه بشكل واضح. وشفنا حتى طريقه الاستقبال وتامينهم وعربيات اسعاف وكشف عليهم وتوصيلهم لمنازلهم وحفاوه، فده برضو يعني تامين انه بفكره الامن وشعورهم بالامان وكده، سواء في القنصليه او في وصولهم لحد بيوتهم. أشكرك شكر جزيل الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي ورئيس تحرير اليوم السابع. بينضم إلي أيضا من أرض المطار عمرو عبد العزيز مراسل النيل الأخبار. عمرو، أنت متواجد في المكان اللي هبطت فيه الطائرة اللي بتحمل البعثة المصرية، صف لنا الوضع لديك منذ هبوط الطائرة، تفضل. نعم شيرين، يعني ربما أتحدث وأنا مواطن مصري قبل أن أكون إعلاميا لأصل يعني مدى تجلي عظمة مصر في احتضانها لأبنائها ورعايتها لهم في أي بقعة من بقاع الأرض. حقيقة الأمر يعني لو ترى الفرحة في أعين الجالية المصرية التي عادت إلى أرض الوطن بمدى سعادتهم لعودتهم لأرض الوطن، بمدى فخرهم بالقيادة المصرية والقوات المسلحة والخارجية المصرية على ما قاموا به من إجراءات لعودة هذه الجالية إلى أرض الوطن بسلام، سواء البعثة الأزهرية أو مسؤول السفارة المصرية هناك أو الجالية المصرية المواطنون الذين يعيشون في كابول أو في أفغانستان. يعني أتوقف معك عند هذه النقطة، إحنا بنتكلم عن ثلاث جهات عادت، يعني المصريين المواطنين العاديين اللي كانوا موجودين والبعثة وبعثة الأزهر، بعثة الدبلوماسية وبعثة الأزهر. نعم صحيح، مسؤول السفارة المصرية وبعثة الأزهر والمواطنون المصريون الذين يقيمون هناك او يعيشون هناك في الاراضي الافغانستانيه. يعني هم يتحدثون يعني بعيدا عن مدى الفرحه التي عبروا عنها في كلماتهم، ايضا يتحدثون عن مدى الاجراءات التي يعني كانوا يرونها سائقه ل في مدى استعداد الاجهزه الامنيه والاجهزه المصريه بشكل عام سواء الحكوميه او الامنيه
بعودة هذه الجاليات أو ثلاث فئات هذه إلى أرض الوطن منذ الإجراءات التي اتخذتها السفارة المصرية هناك، وحتى عودتهم إلى أرض الوطن واستقبال القوات أو قادة من القوات المسلحة لهم هنا في أرض الوطن. الاستعدادات الطبية، هناك الكثير من سيارات الإسعاف التي تستقبلهم هنا في أرض المطار، هناك أيضا تجهيزات إدارية استعدادات لنقلهم إلى أماكن سكنهم، هناك استقبال يعني بالورود كما يقولون، يعني هناك استقبال حافل لهم، وهم يعبرون عن مدى سعادتهم بهذا الاستقبال وأيضا عن مدى فخرهم بما قامت به الأجهزة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه للمؤسسات الدولة المختلفة لعودة المواطنين. كان هناك سيدات وأطفال على متن هذه الطائرة أيضا. نعم، كان هناك سيدات، كان هناك أطفال، كان هناك رجال في منتصف العمر، كان هناك شيوخ كما ذكرنا، كان هناك مسؤولون أو يعملون في السفارة المصرية هناك. تحدثنا مع السيد حسن النجار القائم بأعمال السفير المصري هناك، وتحدث معنا عن مدى الاستعدادات التي قامت بها أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة المختلفة لعودة هذه الطائرة وهذا العدد من الجالية المصرية بكافة أشكالهم وأنواعهم وألوانهم يعني لعودتهم إلى أرض الوطن. كانت هناك إجراءات يعني قوية جدا وتدعو إلى الفخر وسط يعني هناك حالة من عدم الأمان بشكل كبير، ولكن يعني لم نقول أن الوطن أو القادة لفوا نداء المواطنين، بل كان هناك حرص ومبادرة من قبل القيادة الوطنية وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة أبناء الوطن واحتضانهم ورعايتهم والحفاظ على سلامتهم. أشكرك شكر جزيل عمرو عبد العزيز مراسل النيل من مقر هبوط الطائرة في مطار شرق القاهرة، الطائرة التي حملت الجالية المصرية من المواطنين وأيضا البعثة الأزهرية والبعثة الدبلوماسية من أفغانستان. شكرا لك، والمتابعة بالتأكيد ستكون مستمرة في انتظار تحضير التقرير عن هذه الحادثة.